إليكم 9 حقائق مدهشة عن الأفلام. هل تعلم أن 90% من الأفلام الأمريكية التي تم إنتاجها قبل عام 1929 مفقودة ولا يوجد منها أي نسخ؟ هل تعلم أن كلمة مافيا لم يتم ذكرها في سلسلة أفلام Godfather وهذا بأمر من المافيا الحقيقية؟ هل تعلم أن إعلانات الأفلام تريلرز سميت بهذا الاسم لأنها كانت تعرض بعد الفيلم وليس قبله؟ هل تعلم أن تكلفة فيلم Paranormal Activity كانت أقل من $15,000 ولكنه حقق أرباحا أكثر من $193 مليون؟ هل تعلم أن بروس لي كان سريعا جدا لدرجة أنهم قاموا بعرض أفلامه ببطء حتى تستطيع رؤية حركاته؟ هل تعلم أن ميزانية فيلم تايتانيك كانت أعلى من سعر التايتانيك الحقيقية؟ هل تعلم أن نيجيريا تقوم بصنع عدد أكبر من الأفلام سنويا عن الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل تعلم أن للإعداد لدور الجوكر قام هيث ليدجر بالإقامة بمفرده في غرفة فندق لمدة شهر؟ في ذلك الوقت كان يدرس الشخصية ويتدرب على الصوت والأداء وسجل في يومياته أفكار الجوكر ومشاعره. وأخيرا، هل تعلم أنه في الصين تم حظر مشاهد السفر عبر الزمن في الأفلام؟ إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟تريدون الإبحار في عالم من المعرفة والثقافة؟ سبيلكم الوحيد مجلة الوثائقيات. انضموا إلينا عبر صفحتنا على الفيسبوك. مجلة الوثائقيات، في كل لحظة جديد.